استعداد حياته وتعرفنا عليه وتعرفت على أولاد استاد وصاحبته وغنينا وحضرنا مسرح وصورنا موسيقى ولعبنا ألعاب وانبسطنا. وهذا اليوم أول يوم إليك وإن شاء الله كل الأيام تفرح. مرحبا انا غبارين كفاح، مرشدة الفنون في مركز الجماهير مرحبة الفنون. اليوم اول يوم في المخيم الربيع اللي كان طبعا اللي ضمن فعاليات استقبال الطلاب وكان كثير حلو، اللي شمل المسرحيات، شمل تفعيل رقص للاولاد، اغاني، وعن جد كان الجو كثير حلو مع مجموعه من الطلاب المختلفين. عشان ما في مرشدات بتساعدنا بالفنون وهي الأشياء، يعني بالدار أنا ما كنتش فرحانة لأن ما كنت فيش حدا ألعب معه أنا بتسلى. أول يوم لمخيم الربيع اللي طبعا استقطبنا عدة أطفال وعدة أجيال. المخيم أقامه المركز الجماهيري لوحدة الفنون. عندنا طبعا عدة برامج اللي هي نبدأ بالبرامج الفنية، رايحين طبعا نعمل محطات فنية اللي هي على مستوى رائع واللي نحاول من خلالها نركز على الذاكرة، على الخيال، على الحركة. ورايحين عندنا طبعا محطات اللي هي برضه ترفيهيه مثل غناء، غناء طبعا ملتزم، لانه مش مخيم بس تعال تلعب، الا برضه تعال تعلم، تعال حافظ على نفسك، تعال على بيت امن اللي هو المركز الجماهيري. وطبعا بنتمنى انه كل سنه طبعا مثل ما انتم حسيتوا قديش احنا بنحاول انه نعطي يعني مثل ما بيقولوا الماكسيموم لاولادنا على اساس نحافظ عليهم ونعطيهم الاشياء الحلوه اللي موجودة بمجتمعنا. وراح نقولهم برضه المركز الجماهيري في أشياء بتجنن حلوة، تعالوا كل يوم، هذا بيت دافئ للكم.